اليوم نكون هو توجه الشباب، بحضوركم الكل، بحضور اللجنة اللي تشوفوا فيها ورايا، ومش نحكيو على الفاجعة، مش نحكيو على الأزمة اللي حدناها صارت هذا النادي هنا الكل، باش ندخلوا في الديتاي معاكم، وإحنا متواجدين هنا باش نجاوبوكم على كل التساؤلات، على كل الأسئلة اللي مش تفضلوا تقدموها. قبل كل شيء، نحب نترحم على أولادنا، نحب نترحم على الرضع، نحب نترحم على الملائكة، كل التضامن مع العائلات نتاعهم. أول حاجة أعضاء اللجنة هنا متواجدين باش نخليهم يقدموا رواحهم، لكن حبيت نقول من شكون متكونة اللجنة هذه؟ متكونة من إطارات من وزارة الصحة، والجديد الكونسي دو لوردر دي ميديسان البارح التحق باللجنة هذه، الكونسي دو لوردر دي فارماسيان التحق باللجنة هذه، وإحنا حبينا نظهروا اللي راهو اللجنه ماهيش متكونه من ناس ماهمش مستقلين، معناتها باغابوغ للقطاع كهو، اما كل القطاع بالتمثيليه نتاعو اوسي بيان في القطاع العام كو في القطاع الخاص كو انستانس دو كونترول اي دو ريغلومونتاسيون راهم متواجدين. نبدا بالسوسيتي تونيزيان دو بيدياتري والرئيس نتاعها تفضل سي محمد الدعاجي، اي اون ترمين بار لو ريست. تفضل دكتور الدعاجي. دكتور سالم الحافظ، نطق رسمي اليوم باسم عمدة الأطباء التونسيين. الشيخ الفندري، رئيس مجلس الوطني لهيئة الصيدلة. دكتور مالي مخلوف، أستاذة مبارزة في كلية الصيدلة، مديرة وحدة الصيدلة وأدوات بوزارة الصحة. دكتورة مريم الكفيري، رئيسة الجمعية التونسية للصيدلية الاستشفائية. سنة بحري هيشي، أستاذة جامعية بكلية الصيدلة ومديرة عامة للمخفر الوطني لمراقبة الأدوية. محمد الرابحي، مدير حفظ الصحة بوزارة الصحة. إيليس فادي، رئيس قسم الصيدلة بمركز وطني للصحة والنخاع العظمي. مدير الخديجة، مدير اتفاق الصيدلة. أستاذ كلية الطب تونس، مدير العام للمركز الوطني للياقه الدوائيه. الدكتور مديح حميد، تفقديه التدريب. شكرا. اعضاء اللجنه ماهمش كاينين هنا، فما اطباء وفما اساتذه في الطب وفي الاختصاص طب الولدين اللي هما التحقوا زاد باللجنه، ونذكر على سبيل المثال الاستاذ الدكتور خالد منيح اللي هما خاطر علمناهم مؤخرا معناتها بصفه مخرجه، هذاك علاش ما التحقوش بينا اليوم، لكن التمثيليه واضحه والبروتوكول موجود. اللجنه هذه كيف ما قلت لجنه مستقله، والتمثيليه نتاعها كيف ما شفتوها. نحب نبدا ديريكتومون في صلب الموضوع، مش نقول في صلب المشكله، حتى واحد يسمي يقول اللي ما فماش مشكله، اللي ما فماش اشكاليات اللي الناس الكل حكيت عليهم، وشخصة القطاع القاسم قدامي يحكي على القطاع العام كقطاع صحة ككل، اللي مش نحكي مانيش باش نقولوا كل شيء السماء زرقاء، كل شيء وما حتى شيء وما صار حتى شيء، لا صار هذاك علاش فما تحقيق، هذاك علاش اللي مش يخرجوا التحقيق واللي مش يضبطوا التحقيق راهو مش يتم التواصل ومش نكملوا في الخدمه نتاعنا، واللي غلط مش يتحاسب. هذه الحاجه اللي لازمنا نبداو بها، رانا مانيش باش نعملوا تحقيق وكيف ما يحكيوا الناس يقولوا لجان سوريه ولا لجان معناتها عاملينهم جوست بور كالمي لي زيسبري، لا اوني كونسيون اللي فما مشكل. احنا اللي مش يلقاه البحث واللي مش يقولوا البحث واللي المخرج رانا مش نكملوا نواصلوا ومش يتحاسب الناس اللي لقيناهم في وسط المنظومة قصروا. ليه؟ يلزمنا نعرفوا احنا على شنو نحكيو؟ نحكيو على أما قسم، نحكيو على شنو لا ناتور بتاع المرضى اللي يزوروا القسم هذايا،
اللي يركضوا في القسم هذا. رانا نحكيه على قسم، نحكيه على مؤسسة استشفائية عمومية، نحكيه على احنا كي نحكيه على مؤسسة وعلى أقسام، نحكيه على مرض، نحكيه على أشخاص غير عاديين. لكن أولادنا اللي راقدين في القسم هذايا راهو اسمه طب الولدان، معناتها سوسون دي بيبي اللي الوزن نتاعهم يبدا من 400 غرام ساعات حتى توا اللي الحالات هذوما اللي شفناهم نترحبوا عليهم اونكور اون فوا، الميزان قداش الكيلو 300. نحكيو على وليدات اللي هما العمر نتاعهم ما بين 28 و 32 سمان، معناتها نحكيو على اسبوعين باللغه العامه. فما شكون يقول معناتها نجمو نقولوا على زدوسين، هذوما الناس تولدت قبل الوقت نتاعهم، معناتها السيستيم نتاع الميونيتي نتاعهم نفهموا شنو الحاله اللي هما فيها. وهذا ديما نرجع مش نقول راهو مش معناتها حاله طبيعيه اللي صار، والوفيات هذوما راهم ماهمش مش يتعداو ونقولوا خاطرنا احنا في قسم نتاع طب ولدان دونك لو ريسك دو ديسي موجود. راهو في الحالات العاديه في غير الوضع اللي احنا اليوم عايشينه لو تو دو مورتاليتي بالنسبه لنسبه الوفيات في الاقسام هذوما موجودين في تونس وغير تونس حتى في الخارج يفوت ال 40%. لكن كي نعطي الارقام هذوما ما يخرجناش من مسؤوليه اللي حكينا عليها قبل وما زلنا مش نحكيو عليها. نحب نرجع للاخبار اللي تداول وتقول راهو الدواء فاسد، سيرام فاسد. باش نعطيكم لو ديتاي، سامحوني باش ندخل شويه في التكنيك مش نفهم وندوروا الناس ونحاولوا مش نقصوا ونتظاهروا مع العائلات خاطر هما مشكلتهم يلزمهم يعرفوا شنو هو سبب الوفيات. احنا مش نستناو التحقيق لكن اون لي زوريونت ونقولوا لهم القسم هذايا كيفاش يدور وكيفاش يخدم وعلاش الناس مشات تحكي على سيرام فاسد وعلى دواء فاسد واللي هو ما فما منه حتى شيء. في قسم في المستشفى هذايا فما اقسام اللي هما يولدوا فيهم، معناتها الحوامل يجيونا فما ثلاثة ولا أربعة أقسام اللي الحوامل يمشيو معناتها ينتجوا وما همش كان من تونس الكبرى، معناتها يجمو يجيو حتى من الشمال الغربي من أربع الولايات. بعد بخلاف الأقسام هذوما فما أقسام القسم هذايا بتاع طب الولدان اللي في وسطه نجمو نعيطو لها أون سال بلانش، أون سال دو بريباراسيون اللي نحضروا فيها لاليمونتاسيون نتاع الصغيرات هذوما. كي نقول اليمونتاسيون نتاع الصغيرات ما نتصوروهاش اللي هي اليمونتاسيون معناتها كيف ما احنا لي زاتولت نشوفوا فيهم الكبار، لا هما سو سون دي بريباراسيون يخرجوا في دي بوش. دونك هذاك علاش الناس تحكي على سيرام، ماهوش سيرام، ماهوش دواء، راهم سو سون دي بريباراسيون اللي يصيروا هذاك في وسط واحد اللي هي نورمالمون كل لي نورم ناسيونال انترناسيونال لحفظ الصحة استيريليزاسيون نقولوا لها سال بلانش. نزيد نفسر سيت سال بلانش اي اسيميلي ان بلوك اوبيراتوار. يصير فيها تحضير، تحضير شنو؟ ابارتير من المواد اللي هي تطلع معناتها من الفارماسي، مواد اللي هما عندهم كل الصلوحية اللي ثبتوا فيهم لي فارماسيان اون كومبوزيسيون خليط من سيروم بلوكوزي من دويات من ويتم الخليط نتاع هذا الكل مش نخرجوا سيت اليمونتاسيون بارونتيرال. اي ا بارتير دو سيت اليمونتاسيون يتحطوا في دي بوش ويتعطاو للمريض. هذه حبيت نفسرها مش نحيو كلمة دواء فاسد. راهو فما في وزارة الصحة فما لو لابوغاتوار ناسيونال كونترول ميديكامون، فما اون ديريكسيون دانسبكسيون فارماسيوتيك، فما اون ديريكسيون دو فارماسي دو ميديكامون، هذوما الكل هما حريصين على لو كونترول دو ميديكامون باش يوصل افيك سون للمريض وللصيدلي للمريض. دونك ناخذوا هذوما الكل افيك لو سيروم جلوكوزي وتم معناتها الخليط نتاعهم باش نهيئوا للمريض هاد لي ساشي هذوما لي بوش اللي مش تتم التغذية نتاعو منهم هما ويتعداولو في الدم.
مي حبيت نوضح لي سو ني با ان ميديكامون ولا ان سيروم كي في البيري مي كي الناس تحكي فيها. خليت معناتها نحكيو على الحالات هذوما كي خذاو لاليمونتاسيون وعلاش جانسيست باش نحكي على سيل سال بلانش ولاليمونتاسيون. لاحظنا معناتها احنا مش نستناو التحقيق مش نستناو شنو هما لي ريزولتا دو لونكيت خاطر فما دي بريليفمون صاروا من الاعوان والاطارات نتاع القسم هذاك من اول ظهور حالات وفيات صاروا دي بريليفمون في السيرفيس كامل حتى في السال بلانش هذوما وفما عينات اللي مشاو للابوراتوار والتحاليل نستناو فيه لكن مش كان من اللابوراتوار هذايا ولا مش كان من العينات اللي قضاوهم فما كيف ريتو انتم الناس الكل اللي معناتها العادة الدخل النيابه العموميه دخلت صندوق الجمهوريه وخذاو حتى هما عينات ووجهوهم المخبر واحد اخر مش ما نقولوش رانا نخدموا في نفس المخبر رغم هذا الكل عندنا توا زوز عينات وزوز مخابر فما عينة ثالثة اللي هي تفقدية ولجنة الخبراء أول ما خذوا الملف وكونت اللجنة فما زادة عينات تخذوا ومش يتعاملوا في مخبر ثالث تاع لو لابوراتوار ناسيونال دو كونترول والمديرة العامة هنا موجودة لذا مش نعرفوا احنا بعضنا ونفهموا في شنو نستناو شنو هما المخرجات؟ شنو هما لي ريزولتا نسمعوا في اونكيت؟ شنو نستناو؟ نستناو في العينات هذوما شنو مش نخرجوا معناتها بهم كنتائج. لقينا اللي صغار اللي توفاو هذوما الكل فما كلهم معناتها جاتهم عوارض اللي خلاتنا نخموا في الاليمونتاسيون بارونتيرال اللي خذاوها هذوما. هذاك علاش مشينا تواجهنا مش عينات من الماكلة هذية لكن كيف ما قلت لكم كل القسم تم أخذوا منهم عينات مش نشوفوا شنو ما الإمكانيات نتاع الجراثيم ولا شنو الحكاية توصلنا ك تجم تقول دي كونستاتاسيون أولية il s'agit d'une infection nosocomiale شنو هي الانفكسيون نوزوكوميال هذه هي الانفكسيون نوزوكوميال حاجة اللي المريض يتعرض لها داخل المستشفى مانيش باش نجبد على ديتاي اخرين اي واحد يشوف شنو هي الانفكسيون نوزوكوميال راهي حاجه ماهياش سبيسيفيك للقسم هذاك كل الاقسام في كل المستشفيات في تونس وفي العالم اجمع معرضه للانفكسيون نوزوكوميال طوق فما مانيبيولاسيون طوق فما ان انفيرونمون فيه هواء فيه ماء فيه ديباياز راهو لو ريسك دون انفكسيون في وسط السبيطار موجود هذا الكل مش معناتها مقبول غير مقبول فما انتو اللي اكثر منه سوني دالار واحد قل لك وقف يزي يزي يفو فوار شنو السبب بتاع سيت انفكسيون نوزوكوميال شعملنا شنو ما تدبير بدينا انسوريون فيغ لا بيست دو لانفكسيون نوزوكوميال اول حاجه القاعة هذه وين يتم فيها تحضير الماكلة تاع لي نوفوني هذوما تسكرت. قاعدوا ما بين الماكلة، لا عندنا لو سونتر دو غريف دو والوسوز نتاع النخاع عندهم زادة وين يتم فيها التحضير. خذينا ما خذيناش نفس الدويات اللي موجودين في سبيطار نتاع وسيلة بورقيبة، لا خذينا من بلايص اخرين مش نخرجوا من الاطار هذاك خاطر مازال التحقيق ومازلنا نفركسوا في سبب معناتها لانفيكسيون خذينا لو لابوراتوار ناسيونال كونترول ميديكالمون النخاع الشوكي ومن توا قاعدين نحضروا فيهم منذ 7 مارس سامحوني كان نغلط ولينا خرجنا سيت اونيتي وحدها اون كارونتين مسكره ولينا نحضروا المستحضرات الكل في قسم واحد اخر نخاع الشوكي في السونتر تاع النخاع الشوكي. شعملنا ايه؟ كيف ما قلت لكم اون افوفي تو لي بريليفمون، ما قعدناش في البريليفمون اللي صار في القسم هذاك بالعوام والاطارات والمخبر اللي احنا التجهنا له في وسط السيرفيس، دو زوتر بريليفمون ونستناو توا في التحاليل هذوما الكل. شعملنا ايه؟ خذينا لي بوش
اللي هما ديجا موجودين حاضرين واللي محطوطين معناتها في الفريجو واللي محطوطين في درجات اللي هما كيف ما معناتها يقولوا لي نورما ناسيونال وانترناسيونال الا 40 ديغري واللي بوش اللي لقينا الحاضرين الكل هزيناهم خرجناهم من السيرفيس هذوكم والكل مش يتم التحليل نتاعهم هذوما خذينا لي بوش اللي تصنعوا من 4 مارس وحتى قبل 4 مارس لكن قبل 4 مارس الاعداد نتاعهم ضئيل جدا أقدم وحيد لقيناهم تصنعوا في 4 مارس معناتها تحضروا في 4 مارس مش تصنيع تحضير خاطر كيف ما قلت هذوما خلطه نقولوا قداش باش نستناو احنا التحاليل هذوما كان باش نمشيو معناتها باش ناخذوا اون ليكتور معناتها اولي مش نعرفوا اوني اورينتي هذا سي اون فو اتر اورينتي سي 4 ل 5 جور لكن كانوا نحبوا نعرفوا الداء الرسمي نجموا نوصلوا حتى 10 ايام ونفوتوهم لكن احنا مش نمدوكم بكل النتائج اول ما ياخذوا النتائج الاوليه خاطر ديجا بدينا نحصوا شنو هو الموضوع وشنو هو السبب بخلاف هذا سيد المدير العام تاع ديريكسيون ديجين دو ميليو بروتيكسيون دونفيرونمون الفريق نتاعو زاد تنقل من نهار السبت وخذاو عينات في وسط سيت سال بلونش من الهواء خذوا عينات من الماء وخذوا عينات من لي سيرفاس معناتها كل بلان موجود في سيت سال بلونش الكل خذوا منهم عينات هذوما يتعلموا على ثلاثة ايام وفما ان لابوراتوار دو ريفيرونس اللي احنا اتجهنا له في نابل مش ما نقعدوش ديما في نفس لي لابوراتوار مش النتائج اللي جينا تكون التمثيليه نتاعها والشفافيه التامه وما يبداش عندنا دي دوبلون يقول لك علاش يستعملوا في نفس المحطه لقينا اون ماتيير ديجيان بروتيكسيون دونفيرونمون لو لابوراتوار دو ريفيرونس موجود في نابل توا اليوم باش يصير لو دوزيام بريليفمون وغدوة باش نعاودوا لو تروازيام بريليفمون اي اون فيغ اي مزيغ النتائج تخرج مش نمدوكم بيها فما سؤال زاد قال فما حكايات خرجت معناتها في نحب نذكرها بالنسبه خاطر انا قلت فما اشكاليات في الوزاره مش في الوزاره في القطاع ككل في قطاع الصحه وفما شكون حكي على ميزانيه جست نحب نذكر وننور الراي العام ميزانيه وزاره الصحه هي الرابع ميزانيه في الكلاسمون بارابور او زوتر معناتها بيدجي الدفاع الداخلية التربية والرابعة هي الصحة العمومية احنا كان مش نحكيو ابري معناتها في الشيف بتاتخ للناس كي نسو با معناتها انفورمين في كده راو كل البيجي فوق ال 2000 مليار بنسبة زيادة ب 6.5% هذية حبيت بارونتيز خاطر ثم ناس اللي قاعدة تسوق لميزانية وزارة الصحة هي بالحق تو تافي لوجيك باش نطلبوا اكثر من 2000 الناس الكل معناتها كل اطار وكل كور في وسط قطاع يقول لك معناتها الميزانيه نتاعي في القطاع نتاعي يلزمها تكون هي نيميرو 1 مانيش باش نحكي على شنو الوضع البلاد خاطر ماهوش هذا الاطار عندنا معناتها بالبيات عندنا رضع توفاو عندنا حرقه عندنا ناس قاعده تتالم مانيش توا باش نحاولوا نبرروا موقفنا بشنية الميزانية وشنية واحد. مانيش باش نحكي توا على شكون هم طب تونس، على شكون هو الإطار الشبه الطبي، على شكون هم الممرضين بتاع تونس. مانيش باش نحكي على هجة الكفاءات التونسية. مانيش باش نحكي على حتى معناتها ليكزامان ليكيفالونس في فرنسا وغير فرنسا نحاول للتوانسة. هذا كل الناس كل تعرفوا، لكن ديما نرجع. الأزمة والقطاع والتشريع القطاع ولاد القطاع عاملينه هما بيدهم اللي صاحوا 20,000 صيحة فزع وهنا نحب نحيي زميلي ونحب نحيي أستاذي عبد الرؤوف الشريف ونقول له سي عبد الرؤوف راك ماكش مسؤول وحدك راهم هذوك تراكمات سنوات ماكش وحدك أنا بيدي نتحمل معاه مسؤولية خاطر كنت في وزارة الصحة ككاتب الدولة كنت إطار سيدي في وزارة الصحة كنت مدة 20 سنة في وزارة الصحة الناس الكل نتحملوا مسؤولية طار من سنوات ومناش مش نقفوا هنا توا قطاع الصحة الكل إتان نتاع ديورجانس
يكفي يكفي. سيادة رئيس الحكومة أخبار لي شوز أوما سيفيري سميني على رأس الوزارة هذه للإشراف عليها بالنيابة، لكن هو أوفيسور أخبار القيادة أكهر يزي. هذوما المواطنين المرضى الأطباء الطاقم الطبي والطبي الشبه الطبي والممرضين هما بيتهم صاح وصاح على القطاع نتاعهم وقلب يزي. هنا فما نقطة هامة حب أقولها ما نجمش نتعدى عليها، معناتها هكا مر الكرة فما تلطيف للعملية هذه، فما تلطيف راهو نجم في أي قطاع نحكي سياسي ونستعملوا السياسة. أنا نقول لهم لا ثماء لا للتوظيف السياسي، كي تولي صحة بنادم، كي تولي وفيات، كي تولي حرقة، كي تولي ألم، كي تولي وجيعة، لا للتوظيف. 90 80 100 70 هاو باش يزيدوا، هاو باش يعملوا، وهنا باش نحكي لكم على الأرقام بكل شفافية. لا للتوظيف، راه الصحة، الصحة ككل، المواطن التونسي بس في كل شيء كان في صحته هو الأساس، هي الأساس الصحة. ماناش مش نحكيه على أمور أخرى، الناس قاعدة تتساوم، الناس قاعدة تستعمل، مانيش باش نحكي كلمة تستعمل هي ديجا توجع. أعطيو يزيو، خليو الطاقم الطبي والشبه الطبي يخدم على روحه، خليو الإدارة تخدم على رواحها. شنو نسكرو ناكفو؟ ما عادش باش نقدمو؟ الناس ولات خايفة مش قريب باش تربع عليها؟ لا، القطاع ماهوش مش يتسكر، القطاع ماهوش مش يقف حتى لآخر نهار في حياتهم. الطاقم الطبي والشبه الطبي والإدارة في وسط وزارة الصحة العمومية مش تقعد، لا، يعرفوا اللي عندهم دي ديفايونس، يعرفوا اللي فما ديزانسوفيزونس، يعرفوا اللي فما أن بروبليم، والتشخيص يعرفوه، لكن لا للتوظيف. خلي الناس تخدم على روحها. نهار اللي ما ياخذوش لي ريزولتا دو لونكيت، نهار اللي ما ياخذوش لي ريزولتا دو رابور، نتحاسبوا. نهار اللي فما ناس ماهيش مش تتحاسب على اثر اللي مش يصير واللي مش يخرجوا التحقيق، وقتها الناس الكل نجموا نحكيو. لكن مادام توا التحقيق قايم بالذات استثقونا، هي من الاول فما ازمه ثقه راهو ما بين المواطن وما بين لي بروفيسيونيل دو لا سونتي، مش كان في القطاع العام راهو، حتى في القطاع الخاص، حتى هو القطاع الخاص قاعدين يتهجموا. ازمه الثقه راهي موجوده. احنا من دولة وانتم كاعلاميين راهو كان احدى طوفه الثقه وتنعدم في قطاع الصحه، يا خيبه المسرح. من شريتنا يلزمنا نحسنوا الواحد، من شريتنا يلزمنا نصلحوا الواحد، مش ترجع الثقه هذيك. لكن دوركم انتم زاد كاعلاميين مش تعاونونا مش ترجع الثقه هذيك، مش معناتها احنا اوني بارفي وزيرو فور، لا، شخصنا لكم الوضع وقلنا لكم الناس الكل سي ان بروبليم دو غوفرنونس اللي بقدرة ربي في الليالات معناتها هذوما في الاسابيع في الاشهر رانا مش معناتها مش نقفوا عليهم. كيف ما قلت لكم سيادة رئيس الحكومة أبقي لي شوز أوما هكا هو معناتها ما عادش مش نزمو نزيدو نقدمو بالأزمة هذيا. حكينا على الأرقام قداش سي تخي إمبوغتون باش نعطيو كيف ما قلنا متاجرة ومزايدة بالأرقام إكزاكتومون الوفيات اللي حصلت في الأزمة هذيا. احنا حتى لنهار السبت عندنا 11 وفاه. البارح فما صغير بيبي الله يرحمه انوفوني اللي هو توفى في ساعه مبكره في النهار. لكن ماناش باش نقولوا كل حاله وفاه اللي مش تصير في طب الولدان في اقسام طب الولدان الكل مش نحاولوا نربطوها بالازمه هذه. لكن الرئيس تحملت مسؤوليتها، قالت ولو صار
un décalage de 24 à 48 heures mais bien l'apparition de décès, يلزمنا أن considère الصغير اللي توفى الله يرحمه اللي هي بيبي ستون في اللي توفيت راهو نحسبوها في إطار هل لانفكسيون نوزوكوميال اللي قاعدين نحكيو عليها اللي ذا نقول عندنا 12 وفاية ال 12 وفاية هذوما ولو نورو 12 معناتها الرضيع عدد 12 اللي توفى وقولا بكل معناتها أسف علاش على خاطر نهار السبت ونهار الاحد معناتها نهار السبت قلنا بدينا باش نخرجوا من الازمه لكن لاباريسيون دو سو ديسي لا تخلينا اللي يلزمنا نكملوا بنفس الوتيره ويلزمنا خاطر ثم حاجه بربي مش بنساش راهو المجموعه نتاع الرضع اللي خذاو معناتها لاليمونتاسيون بارونتيرال هذا الاعداد نتاعهم يتجاوز راهو اللي توفاو وراهو في القسم ما قعدوش مربعين يديهم قعدوا يخدموا على قدم الوسائل مش نحاولوا نمنعوا لي زوتر بيبي اللي هما بيدهم خذاو سيت اليمونتاسيون بارونتيرال اللي احنا مازلنا شاكين فيه ديما نقول في اطار الشك لورينتاسيون دياغنوستيك معناتها احنا متوجهين فيغ المشكله هذيا وهذاك علاش سيدة رئيسة القسم تحمل المسؤوليه وتقول لو دوزيام ديسي انا نعتبره في وسط الازمه اللي احنا عشناها معناتها نفس لا كوز وبربي نحيو لا بوليميك راهو كي تقول نسبه الوفيات في طب الولدان تقول تفوت ل 40% مش كان في تونس بربي اون اساي دو ليميتي لي ديغا هذوما بيبيات يتولدوا في حاله غير عاديه غير طبيعيه معناتها الوزن نتاعهم ساعات ما بين 400 وكيلو 400 غرام وكيلو العمر نتاعهم هذوما 70 لكن الطب نتاعنا قاعد يتطور ومش يزيد يتطور بقدرة ربي هذاك علاش نسبة الوفيات اللي احنا نقولوا 40% نعتبروها راهي مازالت عالية مازالت عالية ويزمنا نزيدوا نخدموا عليها بموارد بشرية كافية بموارد مالية كافية بقدرة ربي معناتها لوبجيكتيف دايوغ دو ديفلوبمون جورابل حتى في العالم اجمع هو تقليص من نسبه هذه الوفيات حتى وفيات الامهات ونجمو نحكيو عليها مطولا موضوع الكرادة انا نقولها بكل اسف موضوع الكرادة فما ناس تقول هو معمول به وديجا يعملوا به وحتى في العالم يمشيو بالكرادة احنا ما عملتش قادرين سيد رئيس الحكومه توا عيط لي بان كونفيرونس دو بريس قال لي عندكم شهر في يدكم شهر في يدكم وهذا حكايه الكرفونه وليداتنا واحد محروق واحد يعلم عليه الخلق ونكمل انا نسلمه له في كرفونه عندنا شهر في يدنا اعطاته لنا لو ديدلاين مش نبداو نحسبوه من اليوم هذه الكرفونه ما عادش فما كرفونه لا نقبل وما يحس الجمره كان يعكس عليه ما نقدموه له في اي لازم ثم طريقه اللي تحترم الحرقه وتحترم الملايكه اللي في وسط الحاجه هذيك ما نحبش نستعمل كلمه كاردونا نفاو منها الحكايه هذيا نوعدكم انا بيدي باش نتحاسب وبو دموا لا فاز دو ترانزيسيون هذي لازم ما نجموش في نهار وليله لكن انا نوعدكم اللي أبو دموا هذه كلمة الكاربونة ننساوها روح بشر شو خاطر صغير يتحط في كاربونة أو نو لاكسبت بلو فما ناس قاعدة تاجر بالمأساة هذي همنا شل اللي تاجر بالمأساة هذي عاود نزيد الأكل نقول له أغيتي خاطر يا خايبة المسح كان كفاءاتنا الطبية والشدة الطبية والإدارية أنا راهو ناس تعرفني اللي خدمت معايا قبل أنا سوني با دي كوربوراتيزم أنا كي نحكي لي بروفيسيونيل دو لا سونتي اللي في الباب حتى رئيس قسم هذوك هما لي فري بروفيسيونيل دو لا سونتي اللي شادين القطاع راهم كفاءاتنا قاعدين لا يزي معناتها هما يزمنا نعرفوا الناس الكل اللي راهو الطبيب
ولا الطاقم الشمل الطبي كميت يموت المريض اللي هو يتبع فيه منذ ايام. هو بغبي سيت المشاك، هو بغبي الحرقة. الرضع هذوما قبل ما يشوفوا امهم وابوهم، قبل ما يروحوا لجارهم، راهم عاشوا في سبيطار، عاشوا مع دي بروفيسيونيل ورباوا عليهم الكبدة قبل ما وصلوا لامهم وابوهم. ما تتصوروش اللي كل وفاة تتعدى بصفة عادية. كان حين لو كوتي ايمان لي بروفيسيونيل دو لا سانتي، ما عادش نسميهم بروفيسيونيل دو لا سانتي. انا شفته، وسامحني مش نقولها سي محمد، هو البارح اللي يبكي، هو البارح اللي يبكي اللي يقول معناتها كيفاش وصلنا للازمه هذه. معناتها احنا مش نقولوا للي بارون، نعرفوا لي ديفايونس ومشخصين القطاع، احنا مش نقولوا. يقول كان مات الاولاني، توفى الاولاني والثاني والثالث، سي كو احنا فشلنا، احنا فشلنا. وديما نعاودوا نقولوا لها راهم قبل ما يكونوا اولاد لا فامي هذيك اللي مش يتربى بقدره ربي الصغير فيها، راهم اولادهم هما قبل الشيء هذا الكل. لذا كفانا متاجرة، كفانا متاجرة بصحة الناس، وكفانا متاجرة بأرواح ملائكات. أنا موجودة بحديكم هنا، كل الفريق موجود، وعلى ذمتكم بالنسبة للأسئلة بتاعكم. شكرا. بالنسبة للأمهات، بالنسبة
للي بارون نتاع الرضع اللي توفاو اونكور اون فوا الله يرحمهم. بالنسبه لسؤالك الثاني، انا ما نحبش نجاوب على حاجه نجي نجم معني تثبت من معلومه. انا سلمت المهام نتاعي، سي با سي جو بو دير سلمت المهام نتاعي معناتها، وباقي في اطار استمراريه الدوله، راهو زيرو بيريود كروز، القطاع ما وقفش. دونك نجم نثبت في المعلومه ونعطيها لك لهنا. المستحضر باهي، المستحضر هنا باش نرجع باش نعاود نفسر المستحضر. سي تريز امبوغتون، فما وحده اسمها لا سال بلانش، سي اون سال دو بريباراسيون نتاع اون اليمونتاسيون. المستحضر هذا بالنسبه للي نقولوا هذوما للرضع، للرضع هذوما باش يتم المستحضر، يتم ابارتيغ دو دويات اي دو سيروم اللي هما ستيري وعندهم لوتوريزاسيون دو ميز سور لو مارشي. معناتها تو لو سيركوي دو كونترول اي دو ريغلومونتاسيون تعداو عليه. عندك دويات كاشتي، عندك دو سيروم كاشتي، المدة الصلاحية نتاعو فاليد خاطر تعدى اترافير لا فارماسي دو لوبيتال، ويتم معناتها تحضير الخليط هذا في وسط سيت سال بلانش اللي هي اسيميلي ان بلوك اوبيراتوار. دونك اما هما كي يحضر الخليط هذا يتحط دون دي بوش اونكور ستيريل، لا فورم نتاعهم ولا سبي اكستيريور نتاعهم بو معناتها فيغ سومبلون جو ديغي تشبه للبوش نتاع لو سيروم غلوكوزي ولا نتاع دوتر معناتها مستحضره. هذاك علاش صارت سي كونفيزيون. جو لو دي بور لا انيام فوا ونجم نزيدو نقولو، إلا ما عندنا حتى دواء منتهي الصلاحية وإلا سيروم تم استعماله في وسط المحدود البريباراسيون هذيا. شكرا. الحديث عن مسألة شبهة فساد في المسألة هذه، خاصة ارتباط معنا مزودين الصيدلية المركزية، لو نعرف معنا فماش شبهة فساد في المسألة هذه. تحدثت انه المسألة تكون معنا مستحضرة، معنا حسب ما نفهم التحقيق ماشي نجم يكون خطأ بشري، حسب اللي سمعته انا تو نجم معنا نتوقع تكون معنا خطأ بشري ولا سهو ولا قلة انتباه. والمسألة الثانية في الفترة هذه توفاو ك 11 واحد في المستشفيات معناها المستشفيات تاع المدينة، فماش وفيات في المدة هذه فيها تاع الأطباء هذه، ما قمتوش معناها بالتحاليل اللي لازم المسألة هذه. شكرا. هما الأقسام باش نبدا لك من الآخر. الأقسام اللي هما اختصاص نتاعهم طب ولدان اللي موزعين في كامل تراب الجمهورية العدد نتاعهم ستة. عندنا في سفاقس، عندنا في مستيا، عندنا في سوس، وعندنا ثلاثة في تونس الكبرى. واحد في المهدية، سيكون ينسي تبع مهدية دوك سبعة. إذا معناتها مش تعرف اللي الأعداد نتاعهم هذايا قسط الأقسام اللي الاختصاص هذايا، احنا كي عندنا أكثر من 300 مؤسسة استشفائية عمومية، لكن الأعداد نتاع اختصاص طب الولادات ما يجيوش سبعة. إذا لو كونترول نتاع سبعة أقسام في وسط ال 300 واش، نو بونسي با اللي الوزارة قاعدة تربع يديها. اللي اترافير لو شوكروم، اترافير لا سوسيتي تونيزيان دو بيداتري، اترافير الاطباء والناس الكل، اول ما صار الكونكيت سي تافي لوجيك اللي مشيت او نيفو دي سي زوتر سيرفيس شنو صار، لكن ما صار حتى معناتها ريكلاماسيون ولا كونفيرماسيون اللي صاروا حالات ومادة من الحالة هذيا. انت تحكي لي على ميديكامون، تحكي لي على فساد شبه فساد، ربي نسمعوا بعضنا لو بلاتي تفضل. تحكيو على شبه فساد واحد، انا مش نقولها لك. يقول لي نصايبوا لي كل واحد في التشخيص، لكن نعاود. راهو اللي ماهيش اللجان هذيا اللي قاعده تخدم، ما نحبش نستعمل كلمه لجان خاطر ولات بيجوراتيف، اما بالنسبه للبحث اللي قاعد يتم توا، راهو مش يتم محاسبه كل اللي تثبت عليه، لكن بصفه استنباطيه فما شبه فساد، وخاطر احنا نسبوا فما مزودين وفما ونسبوا كل شيء، لا لهذا المجال. اللي مش يثبت عليه معناتها البحث اللي مش يقول عليه، قبل حتى ما نجمش نوصلوا للقضاء، خاطر احنا
لجنة تكون فما خبرات وفما تفقدية و و و من أو كل ما بتعليم اللي هو فما إيه ما إيه ما جديدة إيه ما مانيش مش نحكي على دواء فاسد مانيش مش نحكي على دواء منتهي صلاحية كل من الأول المستخدم هذايا بخيباري أبارتير دو ميديكالمون اللي هما الكلهم عندهم لي زوتوريزاسيون دو ميز سور لو مارشي والكلهم سو سون دي ستيريل دونك هي طريقة التحليل هو الشامبر اللي تم فيها التحليل إلو سيرفيس وهذاك هو البحث قايم ذاك tout autour de cet environnement où Narja Mishankoul, le plus probablement, il s'agit d'une infection nosocomiale et non de produits périmés. Chocan. Ne pensez pas qu'il y a un arme de stockage et qu'il y a un les préparations, il y a mais il faut toucher 48 heures dans le balai d'un fil à faire le chalet. Il y a 48 heures, 72 heures, mais il faut tout ranger. L'idée, l'oui, je ne trouve pas le balai d'un fil d'un fil d'un fil, et c'est très important de le dire. Mais ne pensez pas qu'il y a un arme de stockage, ou l'idée de me dire que c'est un arme de stockage, la tête de mon astro. Ou ma tête, ou ma tâche qui me fait, il y a un arme de stockage. نتحملوا مسؤوليتنا، خلي يكون في إطار الأزمة هذه اللي عايشينها. لكن نقول لك لو نومبر دو بيبي، والبارح قالها سي محمد اللي ما يتجاوزش معناتها الكل في الكل افيك دي دي سي ما يتجاوزش ال اونتر 18 19 20 ما يتجاوزش العباد هذايا دونك ونقول لك اللي البارح الحالة نتاعهم الحالة الصحية بالنسبة للرضع اللي خذاو من المستحضر هذايا راهو الحالة نتاعهم استابل ودايور كيف ما تشوف ما فما حتى واحد في السبيطار من الأطباء اللي هما موجودين على خاطر ما ننساوش القسم هذاك قاعد يخدم بثلاثة أطباء مع رئيس القسم والطوارئ الشبه الطبية عندنا النورم اللي عندنا احنا في رملية على 12 مريض هذوما زادة لي نورم يلزمنا أون بوا لي ريسبكتي دونك قاعدين دايرين فيهم 24 على 24 وديما نرجع باش نقول اللي مش يخرجوا البحث هو اللي مش يطبق ومش نعلموكم بيه واللي يزمو يتحاسب مش يتحاسب. سيد الوزير. لازمني نخرج. سيد الوزير صغير. ولكن هذا هو
انا نقولك مش معقول، انا نقولك مش معقول. نبداو احنا كيف ما قلت فما الخليات اللي حاطين لهم الحاله النفسيه بالنسبه للي طاليفو، لكن ديما نقولوا سوني با باختي. احنا نجمو ننزل معناتها ناخذ الامر هذايا بكل جديه. انا بيكي مش ندخل، راني اول ما بديت لقاء هو اللقاء معاكم صحبي. نتحاسبوا، واللي ديما نقولها اللي غلط مش يتحاسب. لكن فما كي تقول لي احاطه نفسيه وفما ناس تمت معاملتهم واحد، هذايا ماناش باش نسكتوا عليه، ماناش باش نسكتوا عليه. حطت الميت وكمل احنا نزيدوا، معناتها كان معاملاتنا كان صارت بالحق، خاطر هذوما كل دي سوبوزيسيون. انا مازال ما شفتش بعينيا. احنا شفنا انت شفت نصدقك، لكن احنا نفركسوا ونزيدوا نحكي. خليوني الوقت على الاقل انا نتنقل ونشوف بعينيا ونجاوبكم على الاسئله نتاعكم الكل. هذايا مش عدم ثقه بالنسبه للناس اللي قاعده تخدم توا، هذايا مش عدم ثقه فيهم، لكن انا نتحمل مسؤوليتي في الاجابات نتاعي بالنسبه للمعاملات وبالنسبه لخليات الازمه و لا بريز ان شارج سيكولوجي. Et on est prêt à faire un deuxième point de presse, un troisième, un quatrième point, خاطر ماناش en situation normale. On est en situation de crise. Ils ont la foi. راه لا طلاش ربيع اللي توفى ماهيش حاجة سهلة. وماهيش حاجة اللي يقبلها المخ. شكرا. فما خلي أعضاء اللجنة من فلسطين توا هناك. خليوا لي ميكرو نتاعكم، يبغوا ريبوند ا تو ديتاي. شكرا.